السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ أمين عبد الحسيب الضريف. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على الدرس العاشر في الصف الأول الإعدادي بعنوان مشروعك الرقمي. في درس النهاردة هنتكلم عن جزئيتين أساسيتين، مراحل تنفيذ المشروع، التطبيقات العملية لتنفيذ المشروع. أنا عندي مراحل التنفيذ بتتكون من مراحل أساسية عبارة عن 4 مراحل. يبقى المراحل بتاعتي 4 مراحل، إيه هما المراحل؟ رقم 1 بدء المشروع، وده من خلاله اللي هو الفكرة والهدف المحدد اللي انت عاوز تعمل مشروع. ايه الفكرة من المشروع؟ ايه الهدف الاساسي اللي انت عاوز توصله؟ طيب بعد كده بنعمل تخطيط للمشروع، اللي هو عبارة عن ان انت بتعمل الخطط الاساسية والجدول الزمني، انت هتعمل الشهر ده كذا او النهاردة كذا وبكرة كذا، الساعة دي كذا، كلام من ده. طيب ايه الحاجات المطلوبة عشان نبدأ بقى نشتغل فيها عمليا؟ بعد كده بندخل في التنفيذ اللي هو العمل بقى بتاع المشروع، وهنا بنبدأ نشوف بقى فريق العمل بتاعنا وكل واحد ايه المسؤول عن ايه وهيعمل ايه والكلام ده كله. يبدأ يشتغل، بعد ما يشتغل بنبدأ ان احنا نقيم المشروع، نشوف المشروع بتاعنا اتنفذ ازاي، ايه المشاكل اللي فيه، نقدر نعالج ازاي، ايه المخرج النهائي، ونبدأ ان نعمل بعد كده كل الخطوات اللي احنا مرينا بيها دي كلها نكتبها بحيث ان احنا نستفيد بيها لما نيجي ننفذ اي مشروع تاني. المرحلة الأولى عندي اسمها بدء المشروع، ودي بتتكون من حاجتين. رقم 1 الفكرة، ايه هي الفكرة بتاعت المشروع؟ ايه اللي انا هعمل مشروع عبارة عن ايه؟ فكرته ايه؟ رقم 2 الاهداف المحددة، ولازم تكون الهدف قابل للقياس، يعني اقدر اقيسه وقابل للتحقق، مش هدف خيالي، لا ده اقدر اقيسه واقدر ان انا ايه احقق الهدف بتاعي. طيب بعد كده قلنا هندخل على المرحلة التانية، تخطيط المشروع. تخطيط، يبقى لازم هنخطط. يبقى اول حاجة وضع الخطط بقى بتاعتنا، خطط العمل، ايه هي الخطط اللي احنا نشتغل عليها. رقم 2 الجدول الزمني، انت بتعمل جدول للمذاكره، انت بتعمل جدول للمشروع بتاعك هتنفذ ديت وقتين وكل مرحله، يبقى هنا وضع جدول زمني لكل ايه مرحله من مراحل المشروع. رقم 3 تحديد متطلبات المشروع، المشروع ده محتاج مني ايه، ايه الحاجات اللي انا محتاجها سواء ماديه او برامج او الى اخره. تمام، طيب بعد ما احنا عملنا الخطط المفروض ان انت تبدا بقى ايه تنفذ، تبدا تشتغل. يبقى ندخل على المرحله الثالثه اللي هي مرحله التنفيذ. طيب مرحله التنفيذ ديت اول حاجه هنشكل فريق العمل، مين اللي هيشتغل في المشروع، خاصه لما يبقى المشروع كبير. طيب يبقى هنا حتى لما يبقى مشاريع الجامعه او كده بيبقى في اكتر من واحد بيشترك مع بعض، يبقى دي فريق عمل. رقم 2 طيب هو كل واحد من فريق العمل هيعمل المشروع لروحه؟ لا، احنا هنقسم المشروع علينا احنا الكل، وبالتالي كل واحد هياخد جزء. يبقى هنعين الادوار اللي هو هنوزع المسؤوليات على كل ايه الافراد. طيب بعد كده هنبدأ بقى ننفذ الحاجات العملية بجد. يبقى هنا بدء تنفيذ الايه؟ التنفيذ الفعلي للمشروع، اللي هي الخطط بتاعتنا بناء على كل واحد خد الأدوار بتاعته والمسؤوليات وعرف ايه اللي هيعمله، يبدأ بقى ينفذ بتاعه. طيب نفذ الشغل بتاعه، طيب هو أي تنفيذ كده وخلاص؟ لا، لازم إن احنا نعمل ايه؟ نقيم اللي حصل. طب يا ترى عمله صح ولا غلط؟ طب في مشكلة ووقف، طب هنحلها ازاي؟ يبقى هنا اول حاجه في التقييم المتابعه والتقييم، دي عباره عن ايه؟ متابعه مستمره للمشروع، يعني طول الوقت واحنا بنتابع ايه اللي بيحصل وايه الخطوات وايه الجدول الزمني اتنفذ منه ايه، في ايه مشكله، طب هنأجل المشكله ولا هنبدا نحلها، طب سهله ولا صعبه، وهكذا. دي مستمر، مش ان احنا نسيب المشروع لعند ما نيجي نخلص احنا الكل، بقى واحد يقول لا بس انا مش كنت قادر، اصل كان في مشكله عندي. مشكله عندك؟ لا. وبالتالي هنا المتابعه والتقييم دي متابعه مالها مستمره. تمام كده؟ وهنا بنقارن اللي هو المخطط اللي هو الجدول الزمني باللي اتنفذ فعليا. طيب رقم 2 عندي اللي هي عمليه اداره المشكلات. اشوف ايه المشكلات؟ ابقى برضو عامل حسابي ان في احتمال مشكله ما تحصل. طيب ايه الخطوات اللي انا عاملها ان انا اشوف احل المشكله؟ طيب يا ترى لو المشكله دي حصلت احلها ازاي؟ وبالتالي لازم يكون عندك فكر مسبق على ان ايه الحلول المقترحه لاي مشكله، وبرضه ان انت بتحاول بقدر الامكان من اول بدايه شغلك ان انت بتتجنب المشكله. عندك مثلا مشكله في الكهرباء فانت بتجيب سيبلايزر او بتجيب حاجه عشان يظبط الكهرباء، عندك مشكله في برنامج معين فانت بتشوف برامج اخرى بحيث ان انت ايه لو ده حصل فيه مشكله ايه ده، عندك الكمبيوتر فيه مشكله يبقى هتجيب كمبيوتر. يبقى انت في الحاله ديت بتعمل بتشوف المشكلات المحتمل حدوثها وبتشوف ايه خطوات استباقيه، يعني انت بتعمل حسابك للحكايه ديت ممكن تحصل ايه، طب واعالجها ازاي. طيب بعد كده التسليم، انا خلاص تمام كده ونفذنا وخلصنا،
يبقى هسلم المخرجات اللي هو المشروع النهائي، هروح بقى للدكتور ادي المشروع اتفضل حضرتك، او المدرس اتفضل حضرتك ادي المشروع بتاعي ايه خلص. طيب انت المشروع بتاعك ده مر بخطوات، كنا بنعمل تخطيط وكان معاك فريق عمل وكان معاك جدول زمني ونفذت، وممكن يكون حصل مشكلة واتغلبت عليها ازاي وكان ده كله صح. طب ايه رأيك ان انت تكتب لنا كل الحاجات اللي ايه حصلت معاك وانت بتعمل مشروع، فبنسميها توثيق، عملية التوثيق اللي هي عملية الكتابة او التسجيل، بتسجل كل حاجة حصلت. طب ايه لازمتها؟ قال لي الاستفادة منها في المشاريع المستقبلية، ان انت تستفاد ان كان في الخطوات بتاعتي عملتها ازاي. طيب لما انا جيت مثلا عملت خطوة قبل خطوة ايه اللي حصل، طب المشكلة ديت لما حصلت انا اتغلبت عليها ازاي، يبقى عملية التوثيق علشان ارجع لها وقت الحاجة في المشاريع الايه اللي هتيجي بعد كده. طيب انا خلصت ووثقت كل حاجة خلاص شكرا، بس هو تقديم الشكر برضه، يبقى بقدم الشكر للايه للي اشتغلوا معايا، لان احنا اتفقنا ان الخطوة الثالثة اتفقنا ان هي عملية التنفيذ، وبالتالي كان معايا فريق عمل، وبالتالي هنا هقدم الشكر لكل اللي ساهم في الانجاز معايا، كل اللي الناس اللي اشتغلت معايا، ولو حد ساعدنا برضو من بره فريق العمل بتاعنا. تمام كده. طيب ايه التطبيقات اللي انت ممكن تشتغل بيها في البرنامج بتاعك؟ قال لي والله احنا هنشتغل على مجموعة من التطبيقات الخاصة بجوجل. طبعا احنا عملنا قبل كده انشاء حساب على جوجل، واشتغلنا على جوجل ميت اللي هي من الادوات بتاعته. طب ما احنا برضو في بعض الادوات موجودة في جوجل ممكن ان هي تساعدنا برضو في البرامج. وده ليه بقى؟ لان هنا البرامج اللي موجودة على الجوجل برامج مجانية، يعني انت مجرد ما انت عملت حساب على جوجل امتلكت البرامج دي، مش هيقول لك بقى عاوز ترخيص ولا عاوز باسورد ولا عاوز بيانات، يعني اسف بيانات وكلام كده، لا مش عاوز مفتاح ولازم تشترك، لا تاكلها ايه حاجات مجانيه. وبالاضافه ان انت بتستخدم الدرايف كمان اللي هي الحوسبه السحابيه. طب ايه هي البرامج دي؟ انا عندي 3 برامج في المنهج بتاعنا، الجوجل دوكس اللي هو برنامج نصي شبه الوورد كده، الجوجل شيت اللي هو برنامج الجداول الحسابيه اللي هو شبيه ببرنامج الاكسل، الجوجل سلايدز اللي هو شبيه بالباوربوينت. ادي الجوجل دوكس ده بكتب فيه كلام، يعني اللي هو برنامج كتابه. تمام. الجوجل شيت ده برنامج جداول حسابيه علشان اعمل من خلاله اللي هو العمليات الحسابيه اللي هو شبيه في شركه مايكروسوفت باللي هو الايه الاكسل. عندي الجوجل سلايد اللي هو التطبيق بتاع العروض التقديميه، لو انا عاوز اعمل نصوص وتبدا نحركها وكلام من ده، اللي هو شبيه ببرنامج الباوربوينت في شركه مايكروسوفت. يبقى بالتالي انا عندي برامجها مجانيه، مش هيجي يقول لي إن لا ده انت لازم تكون دافع فلوس، لا ده لازم لها تراخيص، لا دي كله مجاني، ومجرد ان انت عامل حساب. وبالتالي حضرتك عشان تستفاد من دي، يبقى للاستخدام او الاستفادة عشان تستفاد لازم ان انت تكون عامل ايه حساب، عامل حساب على جوجل اللي هو حساب الجيميل بتاعك اللي انت عامله، يبقى لازم تكون مشترك في ايه في جوجل، يعني عامل حساب على جوجل. بس هتستفاد من البرامج دي، وفي برامج تانية كتير جدا نقدر نستفاد بيها. طيب عشان نستفاد بقى بيه الابلكيشن ديت ونوصل لها، هنوصل للبرامج دي ازاي؟ وده اول سؤال في العملي، سؤال عملي اللي احنا هنعمله برضو، العملي كله هنعمله مره واحده دلوقتي. اول حاجه هندخل في الحساب بتاع جوجل، هنكتب فيه الجوجل في العنوان كده فوق، جوجل دوت كوم. طيب بعد ما كتبنا جوجل دوت كوم هيبدا ينجلنا على الجوجل، هيفتح معانا بالشكل ده كده. هاجي عندي لها اللي هي ال9 نقط دول اللي احنا بنسميهم الجوجل ابس، اللي هي البرامج بتاعت جوجل او تطبيقات جوجل. طيب اول ما اضغط على تطبيقات جوجل هيظهر كده بالشكل ده. هنا انا عاوز مين؟ عاوز الدرايف الحوسبه السحابيه. طب بص بقى معايا في حاجه تانية غير اللي الكتاب جاي لها، يعني معلش احنا لو حركنا هنا زي ما انت شايف في هنا السكرول بار اهوت اللي هو عمود الازاحه، يعني لو سحبنا لتحت او بالبكره ونزلنا لتحت هنلاقي ال3 برامج ديت من ضمن الايه الابلكيشن اللي هنا زي ما هنشوفها في العمل. هو في الكتاب طلب ان احنا نشوف البرامج من الدرايف، من الحوسبه السحابيه، من الدرايف ده. طيب بص كده معايا، انت شايف هنا الصوره بتاعت الحساب بتاعي اهو صح، وبالتالي انا لما اجي ادخل على الدرايف هيدخل مباشره. طيب لو انت مش فيه هنا صوره، او بمعنى اصح ان انت مش مسجل الدخول على الحساب بتاعك، ففي الحاله ديت لما تيجي تدخل على الدرايف هيطلب منك زي ما الكتاب جاي كده، ان انا اول ما يظهر هيظهر معايا الشاشه دي كده، اول ما ضغطنا على كلمه الدرايف جوجل درايف ساين ان، بيقول لي هنا دخل الايميل او التليفون اللي انت مسجل بيه الحساب بتاعك، وبعدين اضغط على نيكست. طب افرض ان انت مش كان عندك حساب، مفيش مشكله، بص عندك كرييت اكونت، تقدر تنشئ حساب من اول جديد عادي وتكمل الخطوات بقى مفيش مشكله. طيب لما تضغط هنا وتكتب التليفون او الايميل هيطلب منك اكيد الخطوه اللي بعديها
كتابه الايه الباسورد، هيكتب لي هنا الايميل اللي احنا كتبناه وهنا الباسورد بتاعك. طبعا ممكن تعمل علامه صح كده عشان تشوف الباسورد لو انت بتنسى. طب افرض ان انت كنت ناسي الباسورد، فهتضغط على الامر ده فورجيت باسورد، انا ناسي الباسورد. طب في الحاله ديت هيبعت لك الباسورد الجديد على الموبايل، او لو انت حاطط ايميل بديل هيعمل له لك على الايميل بديل. لا معايا الباسورد، حطينا هنا كلمه المرور ونضغط نيكست. اول ما نضغط نيكست هيظهر معانا بالشكل ده كده، انت سجلت خلاص في الحساب بتاعك، دخل على الدرايف. طيب فين التطبيقات بقى؟ هنضغط على الامر اللي اسمه نيو او جديد، اللي هي علامه الزائد اللي عندي دي، تمام؟ نيو او جديد. اول ما اضغط على نيو او جديد هيظهر معانا الحوسبه السحابيه اهيت، ادي درايف اهو. بص هنا نيو فولدر لو انت عاوز تنشئ فولدر جديد، وهنا ادي مجموعه من التطبيقات اهيت اللي يهمني طبعا جوجل دوكس، جوجل شيت، جوجل سلايد، تمام؟ يبقى كده احنا وصلنا للايه؟ للبرامج بتاعتنا اللي احنا عاوزينها. طيب يلا ننتقل للجزء العملي بتاعنا، نشوف الجزء العملي والتنفيذ العملي هيتم ازاي. هنا زي ما حضرتك شايفين اهوت، احنا دخلنا على الايه؟ الصفحه اهيت، كتبنا هنا google.com اهوت اللي هو العنوان بتاعنا اللي احنا ايه بيقول عليه google.com، تمام؟ طيب بعد ما كتبنا google.com هو فتح معانا بالشكل ده، ادي هنا الناحيه الثانيه على الشمال هبص الاقي هنا الجيميل، طبعا هنا الحساب بتاعي اللي انا عامله. هنا ادي اهوت اول ما اقف عليها تطبيقات جوجل اللي هي جوجل ابس اللي هي التسع نقط دول، هنضغط عليها بدا يعرض لي ادي البيانات وادي حاجه هنا جيميناي اهوت اللي هو الذكاء الاصطناعي، تقدر تستخدم الذكاء الاصطناعي اهوت مجانا طالما انت عندك حساب هنا على الجيميل، تمام؟ وهنا ادي الجوجل ميت احنا اخدناه قبل كده. طب بص معلش كده ديت لو احنا نزلنا كده اهوت بالراحه، ادي مجموعه التطبيقات، ادي المستندات اهوت اللي هو الجوجل دوكس اللي هو بيتكلم عليه، وهنا الجوجل شيت اهوت اللي هو ملف الاكسل او الجداول الحسابيه جداول البيانات. هنا العروض التقديميه اهوت جوجل، عروض تقديميه من جوجل، تمام؟ اللي هو جوجل سلايد عادي يعني، وادي مجموعه من التطبيقات ثانيه كتير جدا والفورمز، وهنا ايه المزيد يعني ممكن نعرض كل الايه الابس عادي او التطبيقات. يبقى انت ممكن تشتغل من هنا يعني ممكن اعمل هنا اهوت اضغط على دي مثلا فيفتح لي الايه الملف بتاعي لو انا عاوز وكلام من ده. هنا انا كبرت بس عملت زوم بزياده. ادي اللي هو المستندات، هبص كده وهنا المستندات اللي انا فاتحها مؤخرا، وهنا ممكن نضغط جديد اهوت انشاء مستند جديد ونشتغل على الجوجل دوكس عادي، وادي الحساب بتاعي اهوت وادي التطبيقات اهي. بص كده حضرتك اهو برنامج الوورد عادي، برنامج كتابه عادي اهوت، ادي المؤشر، ونقدر نعمل ايه مجموعه من التنسيقات والحاجات كده، ونقدر هنا نكتب عنوان ونعمل له مشاركه مع ناس معينه بحيث ان احنا اكتر من واحد يشتغل اللي هو التيم ورك او الفريق العمل يعني او كلام من ده، تمام؟ ده جوجل دوكس بالطريقه اللي انا قلتها. طب تعالى نرجع تاني على الجوجل، وقلنا هندخل على الجوجل ابس او تطبيقات جوجل من هنا. هو في الكتاب طلب مني ان انا اضغط على الدرايف الحوسبه السحابيه بتاعتي، هضغط على درايف، حمل معايا الدرايف بتاعي اهو جوجل درايف. طبعا المفروض طالما ان انا عندي حساب هيدخل مباشره هنا لان انا عامل الحساب بتاعي فدخل مباشره. طب لو حضرتك مش كنت مسجل حسابك كان هيديني الشاشه اللي كانت ظهرت في الكتاب عندك اللي هو بيقول لك ان احنا واحنا عرضناها من شويه اللي هو قال لي هندخل على اليوزر نيم، ندخل البريد الالكتروني وبعدين ندخل الباسورد، لكن انا مسجل الحساب فاوتوماتيك هيدخل مباشره اهو. هنا بعض الملفات والمجلدات اللي انا عندي، هنا بيقول لك انت مستخدم كام ميجا، بيستخدم 290 270 و1 من 10 يعني قول 271 من 15 جيجا، تمام شكرا. طبعا للحصول على مزيد ديت يبقى هتدفع فلوس. طيب هو هنا عاوز يوصل للتطبيقات، بص كده ادي درايف اهو، تمام؟ هنضغط على نيو او جديد اهي، بص كده اول ما اضغط على نيو او جديد جاب لي هنا اهوت المستندات جوجل دوكس جوجل شيت الجداول العروض التقديميه او الجوجل ايه سلايدز. طيب ما احنا فاتحين المستندات، بص كده حتى الشكل ده، شو ادي الشكل ده، يبقى هي الطريقتين واحد يعني ما فيهاش مشكله. طبعا ممكن نضغط هنا، طب ممكن برضه هنا لو ضغطنا على المزيد جاب لي بعض البرامج الثانيه اهي، رسومات جوجل، خرائط، المواقع، لغه برمجه جوجل اب، هنا برضو ايه مزيد. طيب لو احنا حبينا مثلا نستعرض وضغطنا على جداول البيانات، جداول البيانات اللي هو برنامج الاكسل او برنامج اللي هو جداول الحسابيه يعني عشان نعمل ايه عمليات حسابيه ورسوم تخطيطيه او رسم تخطيط اللي هو بنسميه الشارت او الرسم البياني. بص كده تمام. يبقى احنا فتحنا برنامج تاني اهو جداول البيانات، طبعا انت بتضغط هنا بس وتكتب ايه العنوان بتاعه زي ما انت عاوز، طبعا لما بتحفظ برضو بيسجل عادي ما فيش اي مشكله. مثلا ممكن اكتب هنا امين
ماشي عادي، اضغط هنا هيتسجل اوتوماتيك هنا باسم امين، وهيطلع فوق دلوقتي باسم امين عادي مفيش مشكله. طيب نرجع كده بسرعه ونضغط على جديد تاني. طبعا البرامج دي احنا شرحناها على القناه لو حد محتاج ان هو يتعمق فيها بشكل اكتر. ادي العروض التقديميه او الباوربوينت. الباوربوينت من اهم البرامج بعد برنامج الوورد. طبعا برنامج الوورد او برنامج الجوجل دوكس ده يعتبر الاساس، وبعد كده كل البرامج بتاخد منه، يعني هو اصل الحياه. طب انا فتحت اهوت الجوجل دوكس او الدوك، بص كده البرنامج ده هو المفروض ده بالظبط. لا احنا فاتحين الباوربوينت، هنفتح الدوكس كمان دلوقتي بس نشوف الباوربوينت الاول. بص كده الباوربوينت فيه شبه كبير جدا من الوورد. كل الحكايه ان الباوربوينت انت بتعمل له حاجه اسمها الحركه، يعني بتخلي النصوص دي تتحرك. هنا اسمها سلايد يعني شريحه اهيت، وبنبدا ان احنا نزود شرايح، لكن هنا اسمها صفحه وبنعمل نزود صفحه. بس هتلاقي التنسيقات، اغلب التنسيقات اللي هنا دي كلها حجم الخط ونوع الخط واللون ومش عارف الكلام ده كله مطابق تماما للي هي ايه البيانات اللي هنا او التنسيقات اللي هنا بالظبط. تمام. طيب لو فتحنا كمان من هنا عشان نتاكد ان هي نفس الخطوات، سواء نعملها من بره او نعملها من هنا اهوت، لو جبنا هنا المستندات او جوجل دوكس اهيت، يبقى هما دول التلات مشروعات اللي هيساعدوني في الايه انشاء المشروع. يبقى احنا دخلنا على جوجل، بعد ما دخلنا على جوجل فتحنا التطبيقات من هنا، تطبيقات جوجل من هنا، ورحنا جايبين منها اللي هو الدرايف. الدرايف اللي هي الحوسبه السحابيه. الحوسبه السحابيه دي عشان كده، بص هنا مكتوب اهو مساحه التخزين، عشان مديني مساحه زي الفلاشه كده او الهارد بنخزن عليها ببلاش. تمام. ونخزن عليها المشاريع بتاعتنا زي ما انت شايف كده. هنا انا عندي اهو صور، عندي مشاريع، عندي هنا مجلدات انا رافعها، شغل انا عامله عليه، ما فيش اي مشكله خالص. تمام. ممكن ان انا اشارك ملفات مجلدات، ممكن حد يشتغل معايا، مفيش اي مشكله خالص. ادي هنا بص اهو بالعنوان اهو. طبعا انت بتضغط بس على بالعنوان ديت، او تستنى لما تحفظه. ممكن لما تيجي تحفظ كمان تعمل له حفظ ان هو ينزل كمستند وورد عادي على الكمبيوتر. طبعا ديت فايده ان انت ممكن لو انت الكمبيوتر مش عندك، مش عليه اي نظام، مش عليه مثلا وورد ولا عليه اي برامج كتابه، ممكن تكتب من هنا. تعال ممكن لما اضغط هنا على ملف مثلا، احنا بس مش عاوزين اضغط على كلمه تنزيل هنا اهيت داونلود. ادي داونلود اهي. بص مايكروسوفت وورد دوكس اول واحده اهي كمان. وادي عندك مجموعه من التنسيقات المختلفه بنحتاجها برضو في ويب اهوت، اتش تي ام ال، تكست، ملف بي دي اف، يعني بمجموعه من الصيغ جميل جدا. يعني ممكن تكتب من هنا طبعا وتشتغل عادي ما فيش اي مشكله. برضه في هنا حاجات مميزات جميله جدا زي مثلا الادوات. هنا ممكن ان احنا نوصل في الادوات هنا مجموعه من الادوات، طبعا زي التوقيع الالكتروني دي ميزه مدفوعه، كائنات، ترجمه المستند، مقارنه مستند، عندك ملفين وورد عاوز تقارن ايه التعديلات اللي حصلت، عاوز تعرف. في هنا حاجه اسمها ادوات تسهيل الاستخدام، ديت مهمه اللي هي بتفعل منها قارئ الشاشه. طبعا ديت مطلوب بحروف برايل واعلانات متعاونين، يعني بص اي حاجه بتنحط على الشاشه او موجوده هو بيجاوبك. تمام. تفعيل ميزه حروف برايل يتوافق مع اجهزه لغه برايل، يعني ممكن لو الشاشه تاتش او كده يبدا يتعرف على الحروف. تفعيل اعلانات متعاونين الكلام ده كله. تمام. فانت ممكن تفعل حاجه زي كده. طبعا في استخدامات مثلا هنا اضافات. الاضافات هنا حاجه خرافيه الحصول على الاضافات. طب ايه الاضافات اللي هتحصل؟ ده انت ممكن تدخل الذكاء الاصطناعي وبرامج مهمه جدا داخل الدوكس بتاعك. طبعا ممكن على كل البرامج بقى يعني بلا استثناء تقدر تعمل نفس الطريقه. هتبص لك مواقع دلوقتي مهمه جدا اهي، شات جي بي تي اهوت والجوجل دوكس يدخلوا مع بعض. طب هنا البلوج، هنا مش عارف شتوج، هنا دي كلها برامج، هنا الكانفا، هنا بص كذا حاجه، اي اي ايمج، صور بالذكاء الاصطناعي. بص دي كلها مواقع بقى تحويلات وصور وانشاء حاجات خرافيه، وحاجات مثلا سلايد، وحاجات انشاء مواقع وانشاء حاجات خاصه، دي خاص بالفورم عشان يعمل تظبيطات للفورم. بص كل ده حاجات زياده. هنا ديت متوافقه مع العروض التقدميه اللي هو اللي احنا قلنا عليه جوجل سلايدز. بص دي كلها حاجات انت ممكن تضيفها، قول له متوافق مع ميتا. تمام كده. اتمنى اذا عجبتكم الفيديو ما تبخلش علينا بالاعجاب، واشترك معنا في القناه، تفعيل زر الجرس ليصلك منه كل جديد، وانتظرونا ان شاء الله فصل الدراسي الثاني. بالتوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.